كابتن رضا، كابتن محمود، كابتن ابراهيم، اليو ديانج، هل عدم مشاركته اساسيا علامه استفهام، ولا حمدي فتحي وعمرو السوليه متفاهمين اكتر بينفذوا تعليمات موسيماني؟ علامه استفهام. علامه استفهام. كابتن محمود، لا انا شايف انه كان يبقى موجود في المباراه ديت. يمكن انا اتفاجئت جدا ان هو ما بيلعبش. يمكن انا كنت حاطه من التشكيل التوقيع اللي انا متوقع للمباراه. قالوا ديانج لعيب كويس ولعيب محترف، وعلى فكره هو بيعمل التكمله من ورا الفراوده، ودي حاجه كويسه جدا في المدافعين. يمكن هما الاثنين عمرو السوليه وحمدي فتحي يمكن هما كانوا ملتزمين شويه بالناحيه الدفاعيه. يمكن هو الراجل عاوز يدافع وعاوز يامن الحته دي، فاكيد. لكن قالوا ديانج كان لازم يلعب. كابتن ابراهيم، بص، هو طبعا قالوا ديانج من اللعيبه كويسه جدا، يعني بصراحه من اللعيبه اللي انا بحبها جدا، و ووصل لاعلى مستوى على فكره مع النادي الاهلي، وتطور اداؤه يعني في الفتره الاخيره. كنت متوقع ان هو يمكن عنده بعض الاصابات او كان مصاب، بس فوجئت ان الفتره الاخيره ما فيش اعتماد عليه تماما يعني. وعايز اقول لك حاجه كمان بجد، مش بهزر يعني، ان عمرو السوليه بيفوق لما بيلعب اليو ديانج جنبه. بيفوق بيبقى افضل. يعني تحس ان في خلاص وصل لمرحله ان بقى في تجانس ما بينه وبين اليو ديانج. بحس ان بيهاجم على حسه. ايه؟ بيهاجم على حته جنب، بيبقى مش قلقان لو راح. صح كده، هو حاسس ان حد قويته يعني. النهارده انا فوجئت بعد ما حمدي فتحي طلع علي ديانج نزل، ابتدى السوليه يظهر. ففعلا في الفتره الاخيره بقى علي ديانج يعني تواجد السوليه مع علي ديانج، عمرو السوليه بيبقى افضل بكتير لما بيلعب مع حمدي فتحي، وخصوصا لما الاثنين بيلعبوا مع بعض في الماتشات. طيب الفتره طيب تفتكروا ليه علي ديانج ما بيلعبش؟ لا، وجهات نظر مدير فني يا كابتن. بص احنا بنقعد يا اسلام، احنا بنقعد نتكلم كتير ونقول ده يلعب وده ما بيلعبش، لكن في الاخر المدير الفني هو اللي شايف ان ادي ادواته، ودي وجهات نظره. طيب ودي وجهه نظر فنيه كابتن رضا. هو ممكن يعني من وجهه نظر موسيماني ان شايف الحته بتاعه القياده، ان قائد في الملعب، برغم ان هو الماتش بتاع بيراميدز كان لسه راجع من اصابه ولعبه على ديانج، مع ان ده كان غلط، انما هو بيشوف فيه حته ان هو قائد في الملعب، فممكن يكون بيفضلوا عن الاثنين. خلي بالك بعد كده يبقى صراع على حمدي فتحي وديانج، مش السوليه. السوليه كده كده مع الراجل. انا احساسي ان هو منه قائد، ودي انا شفتها لما كنا بنلعب النادي الاهلي في طنطا. مفيش حد من اللعيبه بيخرج عن النص. السوليه بصراحه جوه في الملعب قائد يعني. يعني في كذا موقف حصل، فالسوليه طالما اتدخل واتكلم كله بيسكت وكله بيسمع وكله بيحترم الكلام. بالظبط كده. فيمكن دي اللي مخليه الراجل عايز قائد في الملعب. طيب يبقى علشان حضرتك قلت عشان وجهه نظر فنيه، حضرتك قلت لا فنية قائد عشان هو محتاج قائد. وشخصيته قويه وفنيه، ان هو الماتش اللي فات جاي من اصابه اللي هو بتاع بيراميدز بقاله فتره، فمفروض ان ما يلعبش. طبيعي ان يلعب ديانج وكان حمدي فتحي. بس زي ما بقول لك، انا تفسيري ليها، انا بتكلم على ديانج. أيوة، ليه ما بيلعبش؟ تفسيري ليها ان هو قائد في الملعب فيلعب جنب حمدي فتحي، هو بيحب حمدي فتحي. طيب كابتن ابراهيم، ده مش فني خالص. هو اللي ديانج بيلعب كويس جدا. طب ليه طالما مش فني؟ اكيد ما اعرفش بقى يعني، دي حاجه مش ما اعرفهاش لان مش جوه يعني. بس انا كفني لا، لان لما بينزل بيبقى ما شاء الله يعني وحش. حقيقي قوه وسرعه وبيشوط وبيهاجم وبيمسك نص الملعب كويس وبيهاجم ودافع. اليو ديانج فنيا دي بعيده خالص. انا هقول لكم يعني على السبب، اللي هو حسب معلوماتي يعني، اليو ديانج لما تألق فتره من الفترات جاله عرض من فرنسا وكان عايز يمشي خلال الفتره اللي فاتت. لا شرط بقى كده كده. وكان عايز في الفتره اللي فاتت بيصر على انه يمشي، كان خلاص يعني واخد قرار بدوت. بدأ النادي الاهلي يجهز بديل تحسبا ان هو ممكن يمشي في نهايه الموسم. طب ما برضه كان في عقد للسوليه وسمعنا ان في بس السوليه اختلف عن علي ديانج يعني في النهايه. لا ما ماشي، ما انا برضه ما زي ما ده زي ده، ما ده جاله عرض وده جاله عرض، ده بيلعب وانت بتقول لي ان ده بيقعد. فممكن الله اعلم، عشان ان هو الولد هو كان ديانج الفتره، هو طبعا ممدد عقده، هو عقده مستمر 4 سنين، بس الفتره اللي فاتت كان جاي له عرض من فرنسا. طب يعني لما يجي له عرض النادي الاهلي كان مصر ان هو ده كده نجاح للنادي الاهلي يعني. انا لما بجيب لعيب بعيني ورؤيتي، ويكون لعيب كان ناشئ في المنتخب بتاع بلده ويجي يتالق ويطلع من عندي بمبلغ وقدره، انا المستفيد.
ايوه بس هو في النهايه بيجهز بديل يا كابتن. خد بالك كده ناحيه تسويقيه لاليو ديانج بتقع لان هو مش بشكل اساسي. ما انت عندك في النهاية عندك هو مش عايز يعتمد على واحد. ما بعد كده ممكن يمشي في اي وقت. طب ما يمشي ما انت كده بقى لازم تمجد في النادي الاهلي والعين اللي هي جابته وان هو كمان هتستفاد منه ماديا. ما هو كده كده هيمشي. هو هيقلب في النادي الاهلي. ما هيمشي في اعلى مستوى له واعلى سعر له وفي نفس الوقت كل مصر تسقف لمجلس الاداره والناس اللي جابته. بس هو ولا انا فيه وبعد كده يمشي ان انا لا ممكن... هو علشان يبقى عندي اكتر من بديل ما اعتمدش على واحد بس. اقول لك حاجه يا اسلام وده رؤيه. لا دي انا مش مقتنع بيها. لا ودي رؤيه برضو تحترم. لا دي انا مش مقتنع بيها. قالي زين كمان في حاجه حلوه جدا انا بحبها فيه جدا ان الولد مهما بعد بيرجع زي ما هو. ابراهيم سعيد. بصراحه بحبه عشان كده والله. والله بجد يعني تصدق في شبه لما يغيب لا بس نفس السمار. يعني هتقولنا بس الصوره بتاعت اليو لا ديانج. بجد والله لما ديل الحصان يعني لما بيغيب بيرجع تاني بيبقى افضل. لا بجد لا يعني نفس ال يعني نفس السرعه لسه يعتبر ده لسه ناشئ يعني. خد بالك كابتن انت في يعني في لعيبه تبعد بترجع تقعد شهر على ما ترجع. اما هو ما شاء الله يعني يبعد وينزل زي ما هو كانه بيلعب اساسي وبيعمل فارق في الملعب زي ما رتبنا الاربعه بتوع